إذا مشاهدينا فيديو جديد الآن راح ندير لكم جولة خفيفة على أسعار الماعز بسوق الجلفة. كما راكم تشوفوا جولتنا مازالت مستمرة لتغطية أسعار المواشي. راح نكثفوا لكم التغطيات إن شاء الله حتى يلحق العيد إن شاء الله. عندنا هذا الجديان اللي راكم تشوفوا فيهم هنا راهم مخلطين، كاين ذكورة وكاين إناث. العمر هنا راه يقول شحال؟ ثلاث أشهر. داكور، العمر هنا راه يقول ثلاث أشهر. شحال راهم عاطين فيهم هنا؟ 30 عام. داكور. يتسمى المعزة مع ولادها عطاوك 3 ملايين و 200. المعزة مع ولادها عطاو له 3 ملايين و 200. قول لي المعزة متوامين؟ هنا كاين زوج معزات، كاين زوج متوامين، إيه؟ وكاين زوج متوامين وزوج ماشي متوامين، كل وحده عندها واحد. هم لك وراهم المعزات، الله يبارك. هاد السلعه تاع بلادنا تاع الجزائر. قول لي العمر هنا شحال؟ سداس هذوما؟ هاد المعزات سادسات لكم تشوفوا فيهم. هم لك ولادهم. على الخشينه وصورها. شحال مساومينك هنا؟ 32. مساومينك 32، والبيع شحال؟ 34. راهو طالب 34، ما بقاش بزاف في المعزه، ويحلبوا شويه المعزات هذو. الله يبارك، يحلبوا ما شاء الله. قال لكم يحلبوا، شحال يحلبوا هكا؟ ريتلا. اسمح لي نشوف. قال لكم يحلبوا ريتلا. وين لك الدرع تاعها؟ 52. قول لي رقم الهاتف الخليلي تاعك. عليش؟ ريح شوف. إذا مشاهدينا رقم الهاتف وتقدروا تواصلوا معاه. هذا ولد حلال. تفضل. قول لي تشوني منه. 06 55 86 02 17. مازال كاين المعيز. الله يبارك. هذا جدي ولا جديه؟ هذا جديه باينه. هذه ما شاء الله، هذه الله يبارك جديه. اللي عجبتني هذه يماها، هذه يماها، هذه يماها، هاي اللي عجبتني انا. هذه صور. اسمح لي تدور ارواحي. انا هذه اللي عجبتني. الله يبارك. هذه اللي عجبت جايناها. شوف اسمها القناه تاعك دنيا تي في بالفرنسيه، ودنيا علم الحيوانات بالعربيه. فيسبوك يوتيوب. اذا مشاهدينا لقيت لكم عرض بزاف هايل. الله يبارك ما شاء الله. هاد السلعه تاع بلادنا تاع الجزائر راكم تشوفوا في هذا الجديان. هنا راهم مخلطين، هنا كاين ذكوره وكاين اناث. هذا الجديان هم راهم معماتهم كما يقولوا لي مامون تاعهم. هادو هما. قل لي يا مسعود، راهم عاطينك 28 في المعزه. راهم عاطينك 28 في المعزه. قل لي كاع متوامين ولا كل واحد؟ كاع واحد واحد. سبحان الله، راهم كاع جايبين هاد المعزات كاع جايبين واحد واحد. الله يبارك. رقم الهاتف هو 07 93 95 21 41. المنطقة حاسيب أحبح، هذا يتواجد بحاسيب أحبح. عنده جديان نقاية الله يبارك، ما من المعزات ما شاء الله. المعزات هنايا راهم هنا كاين كاع الأعمار، كاين 100، كاين 400، وكاين سداس. عمو نقدروا نصوروا معليش. كاين عرض اخر للبيع. السلام عليكم. سلام. كيراك عمو لاباس؟ الحمد لله. قول لي شحال راهم عاطينك في المعزه هنا؟ 3 ملايين و50. المعزه هنا راهم عاطين فيها 3 ملايين و50. دوك نشوفوا المعزات الكبار، هذو ولادهم الصغار، هذو الجديان. هنا راهم مخلطين، عندهم كاع ثلاثة متوامين. كاع متوامين. ثلاثة متوامين. هنايا كاين ثلاث معزات متوامين والاخرين كاع جايبين واحد واحد.
هام لك المعزات. راه من الحاج. ولا عمر تاع المعزات شحال شحال هي كاينه 6 4 8 كاينه كاين 8 6 4 هم ولادهم الله يبارك ما شاء الله اذا مشاهدينا عشاق الماعز هادو اللي راكم تشوفوا فيهم مكسرين هادو ما قعد كرة هادي سلعة بلادنا سلعة الجزائر المعز راهو داير حالة اليوم هنا بسوق الجلفة سوق بحبح يا ودي هذا بعد روح باب النحنح بيه وضعك قل لي يا خويا الله يسجيك شحال معطينك هنايا شو عاد قال حاجة عاطيني عاطيني مليون 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 وسعر البيع شحال يقول؟ قلت له 1200 1200 هذا راهو طالب 1200 في الجدي مليون و200 معيب هاد فوق هاد ماشي ديك عاشور الريح بالريح الله يسامح الريح بالريح حقا كان يحط ما تعطي لنا حويه وانا قاعد تصوروا الجدي ونبرك يا لي يصوروني اذا مشاهدينا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم قاع ثكوره كاينه انثى وحده برك هذو مجديان العمر يكون بين 5 أشهر 6 هكذاك 3.5 4 قال لكم العمر راهو 3.5 4 ابي فري معليش قل لي شحال معطيني هنا في الجديد 700000 والبيع شحال راه معطينا 700000 للجدي هنايا والبيع مازال الجديه هذه هي الفرطاسه هذه اللي منه هذه جديه هذه هي الفرطاسه هذه هاي وراه جديه شوي بالله يبارك هذه راكم تشوفوا فيها هذه الوسطانيه حليم اذا مشاهدينا عشاق الماعز هاد العتروس اللي راكم تشوفوا فيه هذا يسداس هذا الماعز السوري هذا راه معطين فيه شحال هذا راه معطين فيه 3 ملايين شي الله يبارك شكرا قل لي شحال طلب فيه هذا اخويا العزيز 50 شحال طلب والله ما تديه قال لي اليوم 5.5 مع خو شحال طلب فيه انت يا ترى مشري ب 5.5 والله ما سمعتك مشري ب 5.5 هذا وين مشري راه طول قدايا وشحال قطع فيه البيع شحال حد بيع 7 ملايين ان شاء الله 7 هاد العتروس قال لكم راني طالب فيه 7 ملايين تروح جيب خو 5.5 حكمت راه في زريبه راه عطى بها ايه 5.5 روح جيب عطاولك الشوم عطاولك و اليوم مليون اللي انت يذكر ما تبيعش براسك شحال عطيتو انت عمي الحاج؟ عمي الحاج اذا مشاهدينا هاد السلعه اللي راكم تشوفوا فيها هو الماعز السوري راه متواجد هنايا بسوق بحبح ولايه الجلفه الله يبارك بسم الله ما شاء الله هنا راه كاين زوج عتارس هادو اللي راكم تشوفوا فيهم زوج عتارس شحال العمر تاعهم هادو كاين واحد بدل وواحد مازال ما بدلش السعر تاعهم شحال يقول 5.5 للبيع راهو طالب 5 ملايين و500 في العتارس هذوك الزوج اللي راكم تشوفوا فيهم قال لكم واحد بدل وواحد مازال وكاين ثاني هذه المعزات اللي راكم تشوفوا فيهم العمر تاعهم شحال هذوما؟ ثنيان المعزات ثنيان انت ومين؟ لا بردي هذو ربع المعزات تاع والدين كل وحده عندها واحد هكا الله يبارك معزات تباعوا ب 4 ملايين وهاد العتارس شحال هاد الزوج هادو
9 فيزاج تباعوا تباعوا فيزاج قال لكم تباعوا 9 ملايين فيزاج نعود نذكر المشاهدين انه هاد السوق فيه المعيز الله يبارك كاين المعيز اللي حاب يجي يشري المعيزة هنايا والمعيزة هنا كاين كاع الاسعار سواء الاسعار المتوسطة ولا الاسعار المنخفضة ولا الاسعار العالية هنا تلقى كلش خاصة المعيز تاعنا تاع الجزائر إذا مشاهدينا دائما مع المعز تاعنا تاع الجزائر راهو داير حالة اليوم هنا بسوق بحبح الجلفة قل لي العمر تاع المعزات هنا منين يبدا؟ منين يبدا العمر من الثنية وطلع ولا؟ من الثنية وطلع داكور هنا قال لكم كاين مجدية حتى لسادسة وشحال راه يقول السعر تاع المعزة هنا؟ هنا كل واحد يسوى داكور والدين كاع هادو والدين قال لك الله يبارك عم عطيتك مليون 900 المعزه 19 مليون 900 راه معطينو مليون 900 المعزه متومين كاع هادو كاينه وحده متومه كاينه وحده متومه والاخرين ماشي متومين عطاو له مليون 900 في المعزه راكم تشوفوا هامك الجديان راهم كاع مشبين دايرين شبابه باش ما يرضعوش من عطاو لي 22 جايب اشدي واحد قول لهم هاتوا الحمايه طفي رباعيه ولا ثنيه هذه رباعيه رباعيه هاي ليك هاد المعزه رباعيه راهي مع بنتها هاي ليك بنتها عندها جديه عندها جدي عند جدي ذكرها عندها جدي ذكرها وليك ورا دوروا شويه لهنا شوف صدوا الكلب الحمايه لازم تطفي طاو فيها 22 قول لي تحلب المعزة هذه شوية تحلب خيرات شحال تحلب؟ تحلب على حساب جدي كان شادي جدي ريت راه تجيبها لك ولا طلقت عليها جديا ما عادك ما تحلب قال لكم هذه تجيب ريت لا الله يبارك قول لي واش رايك في المعيز تاع بلادنا تاع الجزائر تاع الحم ولا تاع الحليب؟ يا ولدي تاع الحليب لحم ما كانش فهمتني تاع لحم حليب 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 خيرات حنا في الجنة إذا مشاهدينا أنا بديت نعيا بديت نتفادلا كاين هاد الجديان هادو ما عطاو فيهم 3 ملايين بينات 9 ملايين نبيع فيهم عطا نبيع فيهم 9 ملايين ولا 9 ملايين نعطيهم داكور قال لكم راني طالب 9 ملايين فيهم في ثلاثة هادو ما جديان هادو ما كاع في كورة 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 طالب هادو ما كاع في كورة خاصك تمرح خاصك تمرح هارب عليك هادو كاع في كورة راكم تشوفوا فيهم عيب عليك قل لي يا عم الحاج قل لي كيفاش راك تشوف اليوم لما شفت شنخوله تبيع فيها لا لا اسمحني نسقسيكم بعد هذا اليوم الاسعار تاع الماعز اليوم راهي رخيصه ولا غاليه؟ يا رخيصه باطله بلا صور حقا 10 ملايين للمعزه المخاله اللي تعملوا لنا هنا هكذا عليه 10 ملايين ونخول عليها 500000 كيفاش؟ نخول عليها 500000 سورد فيها من الخارج ثاني واش المنطقة واش المنطقة؟ شوف فيها غام الغاية غام البيرين من البيرين نتايا من منطقة البيرين إذا مشاهدينا هاد الجديان اللي راكم تشوفوا فيهم ماشي مكسرين هنا راهم مخلطين كاين ذكورة وكاين إناث كاين ربع إناث ربع نثايات شحال معطين هنا يا سلعة؟ الجدي الجدي هنا راه معطين فيه 900000 وجدية
كيف كيف شحال راكم طالبين نتوما؟ 13 راهم طالبين 1,300,000 للجدي، هذو مولا غير شابين ما شاء الله، الله غير كاين حبة شابين ما شاء الله، الله يبارك. إذا مشاهدينا دائما مع الجديان، عندنا هذ الجديان هذو ما شابين الله يبارك ما شاء الله، هذو خاوة توام توام الله يبارك. العمر شحال راه يقول هنا؟ العمر أنا متجاورة خاوة مكسرين ولا مزال؟ كسروا ولا مزال؟ مازال ما كسروش، هذو مازال ما كسروش، مازالوا صغار. شحال شحال عطاوك أنا عمي الحاج؟ 4 ملايين. عطاو له 4 ملايين في زوج. أنت شحال راك طالب؟ 5 ملايين. أنت شحال راك طالب؟ علاش حوس علي هو طالب؟ معليش، قال لي علاش راك تحوس؟ شحال هو طالب؟ معليش، نقدروا نصوروا معاك معليش. الله يبارك. قول لي المعزة هذه رباعية ولا سداس؟ سادسة. سادسة، هذه المعزة سادسة. شاب الله يبارك، ما شاء الله. ما موجهها وجه خير على بالك. أي متومة هذه؟ متومة أي. الله يبارك. هذه المعزة متومة الله يبارك. في زوج كورة ولادها؟ في زوج كورة. عندها زوج جديان هم اللي كوراهم. عندها هذا الكحل. شوفوا الله يبارك قد منه ما شاء الله. وعندها هاد الابيض ها جديا شحال في عمرها؟ 4 اشهر؟ او بيتين 5 6 5 الجديا هادو ما راهم بين 5 حتى 6 بحالك مام المعزة مام المعزة عندها ضرحة كبير الله يبارك دوك نروحو نشوفوه قبل ما نشوفوه النميرو تخليه لي تاعك ايا داكو دوك نجيب لكم نيميرو هذه معزة مليحة بصح سداسة اسمح لي تنشوفوا درعها بسم الله الله يبارك ما شاء الله هاوليك هاوليك درعها عندها درع ما شاء الله اذا مشاهدينا رقم الهاتف هو هذا تواصلوا معاه مام المعزة جايبة روحها الله يبارك اي عمرة دفع العلم لله ما كانوا معاه لاتيريز داكو الله يبارك ما شاء الله معزة هايلة هذه قناة تاع المواشي 58 ولاية النميرو تاعك شحال؟ ماركي 05 05 54 54 18 18 05 22 05 22 22 وين يصيبوك؟ عين بوسيف مدية هذا تلقاوه في عين بوسيف المدية ونعاود نذكر المشاهدين انه ولايه المنديه ومنطقه المنديه ما كما نقولوا حنايا نشطه في الـ في الـ في, الـ في الميدان تاع الماعز يربوا الماعز بزاف هذه جاتنا من ولايه المنديه تحياتنا للناس المنديه تقدروا تواصلوا معه رقم الهاتف راهو جازكم شفتوا ضراحه شتوا ولادها اذا مشاهدينا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم في زوج عتارس العمر هنا راه يقول هذو مرباع ولا سداس نعم سداس ولا ارباع هذا عتارس عتارس سداس ولا ارباع جدي هذا جدي وهذا ارباع قال لكم الابيض جدي ولك حل ارباع الله يبارك شحال عطاوك فيهم هذو عطاولي فيهم 5 ملايين و 400 في زوج عطاولو في زوج عطاو له 5 ملايين و 400 في الجدي وفي الرباع الله يبارك قريب البيع ولا مازال شويه؟ مازال مازال شويه وهذوك معزات؟ ايه داكور هادو اللي راكم تشوفوا فيهم معزات هذه اللي منا اللي راهي بضع ورم ولادها 14 باع ولادها في ثلاثه يحلبوا 14 براسه و 22 هذو اللي راكم تشوفوا فيهم في ثلاثة معزات يحلبوا في ثلاثة هذو راهم بلا ولاد كاينة وحدة فيهم ضرحة كبير الله يبارك هذه هذيك ضرحة ما شاء الله
هنا شحال طاوك عمي الحاج؟ شحال تساوي امك هنا؟ هادو شحال راهم مساومين؟ السلام عليكم. سلام شيخ. نهارك مبروك. لاباس. صحة لاباس. ما شاء الله. صوروك معليش. صور صور. الله يبارك. هذا هو مول المعزات اللي كنت نصور اللي كنت نصور فيهم دوكا. المعزة اللي بالضرع اللي كنت نصور فيها دوكا. هذيك شحطت فيها؟ البيضة. المعزة البيضة. عطاو 26 جايبة زوج. البيضة قال لكم عطاو فيها 26 وجايبة زوج. هاي ليك. هاي ليك. وهذوك الزوج اللي من هي مزرقطين. 22 زوج ملايين. انت ومين؟ ولادهم راهم هنا؟ ولادهم راهم في الطوموبيل. دوك نشوفوا ولادهم. كاين هادو ثاني. قول لي العمر هنا هادو ما شحال؟ الحليب هذون 14 22 عدا واحد. واحدة عطاو فيها 14 والأخرى عطاو فيها 2 تاع 14. والله ماني ما سمعتكش. تاع 14 ما عداش جديان وحدها. هذه عطاو فيها مليون. اسمح لي هذه عطاو فيها مليون و400. ما عندهاش الجديان وتحلب. هذه عطاو فيها زجملين و200 وتحلب. لا لا عندها جديه. عندها جديه. شوفوا ضرح الله يبارك ما شاء الله. هذه سداس ولا ارباع؟ سادسه. راني شاد الكاميرا ما نقدرش نقلب. شوفوا ضرح الله يبارك. هم اللي كون راهم ولادهم هم هنايا. إذا متابعينا جولتنا ما زالت مستمرة. لقيت هاد المعزات عجبوني الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الضرع الله يبارك ما شاء الله. إن شاء الله برك يخلي لي رقم الهاتف تاعو. المعزات هنايا العمر راهو يبدا منين؟ رباعية وست مشاو. العمر هنايا راهو يبدا من رباعية وغير كاينين اللي دخلوا غير ما دخلوا سداس. داكور. قول لي متومين هادو؟ متومين. متومين كاع متومين هادو؟ متومين. الله يبارك. المعزات هادو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع متومين. هم ولادهم هم مع ولادهم. الله يبارك بسم الله ما شاء الله. شحال تباعوا المعزات هنا؟ باعوا ب 4 ملايين. 4 ملايين تباعوا ما شاء الله. هذه السلعه واش من المنطقه؟ ولايه الجلفه. هاد المعزات تاع ولايه الجلفه. بصح كاين اللي مازال ما تباعوش. انا بعت باعوا كاع باعوا كاع. الله يبارك ما شاء الله. هاد السلعه كاع تباعت الله يبارك. قل لي مازالت عندك سلعه في الدار؟ مازالت حاجه قليله برك. حاجه قليله. تخلي لي رقم الهاتف تاعك. معليش خلي لك. داكور. هذا عنده حاجه شابه وانسان طيب. رقم الهاتف هو قولي لي النيميرو تاعك. 07 80 78 81 81 40. المنطقه اللي يصيبك فيها وسمها شبه حسب